بسم الله الرحمن الرحيم. أخي ما الله، وصلنا في شابتر في الموديول 9 اللي هو الكونفيجريشن اوف ذا بلاك فلو رياكتور ان اسبن هايسز. قلنا إذا متذكرين، إذا كان البلاك فلو رياكتور هاز نو كاتاليست، فبتكون الفويد فراكشن شو يساوي؟ واحد، صح ولا لا؟ تذكرته؟ بكون عندنا البرشر دروب ايكوال تو زيرو، مظبوط. واذا كان الـ 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 اذا كان عندنا الفيلد وذ كاتاليست، فبكون في عندنا سيرتيب ابسلون. واخذنا انه الاسبن هايسز يوزد ارجن ايكويشن تو استيميت وات، تو استيميت البرشر دروب. وبالنسبه للهيت قلنا الاسبن هايسز بتبع ايش؟ فولو 3 ميثودز تو استيميت ذا هيت، ايذر ذا فورمولا او الدايركت فاليو، صح ولا لا؟ واخذنا انه الفورمولا دايركت فاليو انت بتحط الفاليو، او اذا كانت فورمولا ايذر انك تستخدم هاي الفورمولا، هاي هي موجودات عندك الفورمولا هاي، اوكي، اللي هي يوزنج النست نمبر كالكولي فورمولا، او ايش ذكرته ولا لا؟ ذكرته ولا ما ذكرتوش؟ هين عندنا 3 كيسز في الهيت في البلاك فلو رياكتر، ايذر يوزر سبيسيفايد اللي هي دايركت فاليو انت بتحطها، او امبيريكال فورمولا، او ستاندرد فورمولا. طبعا ال 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 الو سامعيننا؟ مهندس اسامه. هسه الامبيريكال فورمولا هدفي اني اجد اتش دبليو، لانه وانس اي جوت ذا فاين ذا فاليو اوف اتش دبليو، او الاسكان اي كان استيميت ذا فاليو اوف كيو. To estimate the HW, اللي هو convection heat transfer, HW either from the for the empirical formula equal A multiplied by the flow rate to the power B, and A and B will be given. طبعا okay, the flow, you can choose the flow basis in the mole flow or mass or volume, or you can use the standard formula to estimate the HW, convection heat transfer coefficient of the wall, equal Nusselt number multiplied by kg over dB. Nusselt number equal A multiplied by Reynolds number to the power B plus multiplied by Brandt number to the power C. However, either user or empirical or standard, the information will be provided for you in the exam or in the quiz. Okay? تمام. وقلنا هسه بهذا بالنسبة لـ Q. تمام. وبالنسبة للـ بالنسبة للأسف للـ للـ البرشر دروب، قلنا if there is no catalyst no pressure drop, if there is catalyst there is a pressure drop, and the pressure drop estimated using Ergen equation. Okay, this is Ergen equation. هاي اللي هي represent the pressure drop in the plug flow reactor. تمام. طيب كمان في عندنا قلنا احنا انه الاسبن will divide the plug flow reactor into different length, صح؟ increment. Now the هاي قلنا احنا طلعوا the number of segments 50. شو معنى 50؟ الو الو مهندس الصوت واضح تمام، بس اظن انه يعني بده يقسمها ل 50 شيء، ل 50 يعني اذا كان الطول 10 متر بقسمها ل 50، هو الديفولت له يقسمها ل 20 20 انكريمنت، وبيعمل انتجريشن على كل انكريمنت، بعدين بيعمل ايش؟ بيعمل اللي هو بقسمها لدي ال او دي في، صح ولا لا؟ لان الفوليوم تبع البي اف ار شو يساوي؟ انتجريشن اف ان اف ان نوت اف ان نوت في ملتبلاي دي اكس اوفر ناقص ار اي، فهو بيعمل بقسم الانكريمنت لدي في يعني دي ال، لانه اوريدي الاريا از كونستانت. فانا يكون عندك الطول مثلا طول طول الرياكتر مثلا 10 متر بقسمها ل 50 انكريمنت، تطلع الانكريمنت شو طولها؟ يلا 0.2 متر، صح ولا لا؟ مظبوط. 0.2 ضرب 50 يساوي 10 متر، صح؟ اذا كل انكريمنت تساوي 0.2 متر. هو الديفولت فاليو 20. طبعا as the number of segments as the number of segments increase the more accurate results you are getting، صح ولا لا؟ كل ما عندك النمبر اوف سيجمنتس تكون اكثر زي انت انو احسن، تعمل بلوت يوزنج 4 بوينتس ولا 30 بوينتس؟ لا 30 بوينتس بيعطيك الكيرف سموث، صح ولا لا؟ بيعطيك مور اكيوريت. طبعا هذا الهايسز بيستخدم either current or previous or re-initialization numerical methods in order to integrate the whole reactor. هاي الميثودز no need to worry about them. خلاص keep them على الكرنت. واضح ولا لا؟ اوكي.
لاحظ هسه انت هنا if you can see معطيك هنا انه الكاتاليز داتا شو تساوي نو كاتاليز داتا لانه البلاك فلو از امتي ما فيش فيه كاتاليز الفويد فراكشن يساوي واحد ماشي ولا لا معي انتو تمام هاي شايفين النمبر اوف سيجمنتس ذا نمبر اوف سيجمنتس يو وونت تو سبليت ذا بي اف ار انتو تمام هاي النمبر اوف سيجمنتس اللي عندي في عندكم كمان الكاتاليز داتا راح نجيها الاوفر اول هسا بنيجي على ايش بنيجي اول ايش على يعني مشان احنا نثبت اللي هسا درسناه خلينا ناخذ هسا طبعا اكزامبل هسا شايفينه طبعا بما انه البلاك فلو رياكتر بيعطيك انتجريشن فراح نحصل على ايش بسموه البروفايل كيف عملنا البروفايل التمبرشر بروفايل في الديستيليشن اللي التمبرشر فيرسس الايش النمبر اوف تريز متذكرين والكومبوزيشن بروفايل الكومبوزيشن فيرسس نمبر اوف تري هنا عندك في البلاك فلو رياكتر راح ترسم انت التمبرشر بروفايل اللي هو التمبرشر فيرسس ايش اللينث اوف ذا رياكتر صح ولا لا والبريشر بروفايل البريشر فيرسس اللينث اوف ذا رياكتر الكومبوزيشن بروفايل واضح اه شباب بنات واضح ولا لا طيب خلينا ناخذ اكزامبل هذا يلا الكل يفتح الاسبنايسز معي حبه حبه بليز الكل يفتح الاسبنايسز دكتور حبه حبه مش معنى اني مش ذاكر المحاضره راحت نهائي شيء انا قلت لكم خلينا نكملها قلت لا تعبنا متذكر لكم صرنا شباب كثير يا سيدي هسه راح نفهمها افتح الاكزامبل هذا افتحوا له على نيو كيس اوكي نيو كيسز هاي عندكم نيو كيس في عندي عمليه ستايرين هو عباره عن مونومر اوكي ستايرين از ميد فروم ذا ديهيدروجينيشن اوف ايثيل بنزين الو انا فالرياكشن عندك 3 كومبوننتس ايثيل بنزين بتفكك بصير له ديهيدروجينيشن باخذ منه ذره هيدروجين H2 بتحول من C6H5C2H5 الى C6H5CH تمام باخذ من ذرتين CH2 بلس H2 اذا انا هذا المركب اللي عندي اللي هو هذا المركب تمام هذا هو اللي هو عباره عن المونومور شايفينه This is my product هيو هذا هو الستايرين بجيب انا الايثيل بنزين هذا الايثيل بنزين بتفكك الى ستايرين زائد هيدروجين اذا هاو ماني كومبوننتس دو وي هاف هير ناو ثلاثه يلا ستارت هسه بسم الله الرحمن الرحيم في عندك هسه الكومبوننت اد في عندك ايثيل بنزين ايثيل هايو عندك هايو ايثيل بنزين هايو اي بنزين شفتوه ايثيل بنزين بعدين ستايرين عندكم ستايرين شفتوه C8H8 هاي تأكد انت من هنا هو عبارة عن ايش C8 هيو C6 في عندك ست ذرات ثمان ذرات هيدروجين ثمان ذرات كربون فهو اسمه C8H8 واخر كومبوننت اللي هو الهيدروجين H2 هيدروجين 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 H2 يلا انا مش ضاف الكومبوننت بعده انا دكتور انا لسه بس ستايرين مش قادر الاقيها ستايرين هي طلعت هي طلع عليها ايش مالك ستايرين اس تي واي ار اي ان اي بدها شيء مالك ابن حلال ستايرين عادي زي ما مكتوبه زي ما هي ستايرين طلعتها ولا لا تمام مهندس تمام طيب اوكي So we have three components. طبعاً which method we'll use? We are going to use اللي هو أول شيء أتوقع هو بينج روبنسون. Use the بينج روبنسون. إذا بينج روبنسون. تمام بينج روبنسون as a fluid package. Then we go to reaction.
هذا رياكشن، الرياكشن شو نوعه؟ هاي الست اللي عندك، ما فيش عندك غير ست واحدة صح؟ لأنه فيش عندك غير رياكتر واحد. شو الرياكشن اللي عندي شو نوعه؟ كاينتك رياكشن. ألو؟ طب مهندس كيف عرفنا أنه كاينتك؟ هو given أو كيف عرفت؟ أول شيء البلاك فلور رياكتر والسي أس تي آر the only type of the reaction takes place is kinetic reaction. الشغلة الثانية اطلع نص السؤال هاي كاينتك شفتيه؟ الريت اوف رياكشن given this is kinetic شفتيه ولا لا؟ طيب هسا يلا التعريف صعب شوي الكل معاي. عندك الإيثيل بنزين بتفكك الستايرين وهيدروجين يلا ناقص واحد 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 واحد, واحد. هيعطاني البلان زيرو. خلصنا من ايش؟ من البلان. يلا الكل يرجع معي هسا انا عشان اطلع على ايش، على اللي هو هاي الفورورد الفا وبيتا. تمام يلا السؤال ناقص ريت اوف رياكشن شو يساوي؟ يلا السالب ار اي يعني آه. اللي سالب ار اي طبعا هي ار اي بي ار هي از تريك هي ود السالب غاد تصير ناقص ار اثل بنزين تساوي 4.24. تمام اول شيء لاحظ شو هنا الباشا البشر تبع ايش؟ الاثل بنزين شفتوه؟ تمام واضح هيو باشا البشر شفتوه ولا لا؟ شو الباور تبعه؟ 1 exactly الباور واحد اذا واحد تمام هذا زيرو زيرو الريفيرس ما بهمني كونه انه فيش عندي ناقص كي باك وورد واضح ولا لا ما عنديش مش الاصل كول كي فور وورد تي بي اي ناقص كي باك وورد في كمان صح ولا لا مزبوط ولا لا مزبوط اذا بهمنيش اذا هاي واحد تمام هيك خلصنا من ايش من هاي الجهه صح بنيجي على هاي شو البيس تبع الرياكشن؟ بارشالي برشر مظبوط؟ هيو بارشالي برشر بي الو مظبوط مهندس مظبوط ولا لا؟ مظبوط بارشالي برشر. طيب نيجي على هنا ها شو البيس كومبوننت؟ إثيل بنزين إجباري صح ولا لا؟ فيش خيار ثاني اصلا مش مو اجباري البنزين طبعا الرياكشن اتوقع انه ستايرين از مونومور اتوقع انه غاز فيز اتاكد بس منه هسه شغله انه غاز فيز لازم يكون جيفن طبعا هاي فيبر فيز طبعا فيبر فيز تمام الا انا بقول لك في الامتحان فيبر فيز غاز رياكشن اذا هنا عندك انت شنو على الفيز فيبر فيز تمام تمام هسه شو البيس تبع الرياكشن يلا شو البيس بارشل البرشر مظبوط what is the unit of this of the base طلع اكتب هنا notice that the reaction rate has a unit units and that the concentration term is partial pressure with the units of kilopascal ايوه اذا البيس اوف ذا رياكشن از بارشال بريشر والبيس يونت شو هي الكيلو باسكال كيلو باسكال ذس از ذا بيس يونت اذا هاي كيلو باسكال طيب الريت يونت يلا هاي الريت يونت يلا حدا بعرف مول طلعوا لي اياها هسه هاي دائما شلس صح ولا لا صح مظبوط دائما شلس طيب وحده بارشال بريشر كيلو باسكال روح مع كيلو باسكال شو بصف عندك مور لتر سكند صح ولا لا عرفتوا كيف ولا ما عرفتوش اعيدها هذا الاكسبونشال تيرم دائما شلس والاي دائما شلس المول اثل البنزين على الليتر الليتر كيلو باسكال سكند البرشا اللي برشا شو وحدتها قلنا احنا كيلو باسكال بتروح كيلو باسكال يعني شوف صار عندك مول بير لتر سكند اذا كيلو جرام مول بير لتر سكند كيلو جرام جرام مول بير لتر سكند هي شفتها تمام تمام
خلاص فهمتوا ولا لا؟ جرام مول بالليتر سكند. تمام هيك تحدان تمام. هيا ما هي موجودة عندك أنا، هيا مول اللي جرام مول صح بير لتر سكند. خلاص خلاص تمام. طبعا هذا أهم شيء. هسا شو اللي تساوي؟ هيا 4.24 في 10 قوة 3 صح ولا لا؟ صح. 4.24 اكسبوننشال 3. والماينس الدكتور ما احنا هسه قلنا عنها يا ابن الحلال، قلنا لك طلعت برا الريت اوف رياكشن اصلا القانون تبعه ناقص ريت اوف رياكشن. انا اعمل لك يا تريك حلو حلو تمام. ناقص ريت اوف رياكشن يساوي انا بعطيك ريت بالموجب خليه سالب بصير هاي موجب 4.24 في 10 قوة 3 يعني 4240 وهي 4240 خلاص. طيب شو الارهينس كونستانت؟ طب والاكتيفيشن انرجي شو تساوي؟ 2178 كالوري بير مول هيا صح مش ناقص اي على ار تي 21708 صح ولا لا؟ 21708 ايش وحدتها؟ كالوري بير مول كالوري. هيا شفتوها ولا لا؟ شفناها بس شايفين هذا اللي مشيته معاكم هذولا. هذا اهم شيء في الكاناتيك رياكشن لانه 90% من الطلاب بيغلطوا. هان لاحظ دقيق جدا بس كل شيء موجود عندك في الريت اوف رياكشن كل شيء موجود ولا لا؟ صح يعني الريت يونت انت عرفت لحالك بداش صعوبه. هاي دامش اللس وهاي دامش اللس عندك الباشر بشر كيلو باسكال كيلو باسكال مع كيلو باسكال مور بير لتر سكند اتس سمبل صح. الاكتيفيشن انرجي كالوري بور بير جرام مول مظبوط الاي 4.24 في 10 قوة 3 ما بتقبل منك اي غلط انت يعني جاست ذيس سكيلز هاو تو فيل ذا انفورميشن. شباب الو معك مهندس معك حدا عنده سؤال؟ لحد الان لا كويس الوضع. طيب هسه شو بتعمل؟ اد تو فلويد باكج صح ولا لا؟ مزبوط مزبوط. خلص خلصنا بنروح على سيميليشن انفايرمنت. شو بيعطيك هسه الفيد كومبوزيشن؟ يلا هسه شو بيعطيك الفيد؟ وين الفيد هو؟ فيد معطيني اياه اول السؤال اتوقع. مهندس ما في غير ماده متفاعله صح. لا لا بدي البريشر والتمبرشر مالك البريشر والتمبرشر وين هو اللي مش معطي عندك وين هو موجود؟ استنى ارجع للسؤال دكتور بالاول يمكن. لا اوكي كانت رياكشن ذا موديل بين جروبنسون ثيرموداينامك جيفن هذا رياكشن هايلايت اوكي اوتو سيلكت كانتك رياكشن سيت هيو لا اذا هو اللي عاملوا لي اياه مش مظبوط الايديتنج اللي عاملين اياه مش مشكله اولد 9 هي شايف يلا اكتب الفيد ستريم مثل بنزين 152 جرام مول بير سكند ما
استاذ مش حاطه ب 12 هنا هو 10 هي موجود شايفه نقطه 12 طلع 11 يلا شو عندك في البنزين 152.2 جرام مول بير سكند تمام ولا لا؟ إذا أول شيء الإيثيل بنزين عند الكومبوس شو يساوي هنا؟ واحد صح ولا لا؟ يلا ألو التمبرشر إيكوال 880 سلسيوس التمبرشر البريشر 13.78 بار 13.78 بار دكتور كلفن مش سيليسيوس هسه اشوفها بار دقيقة بس لا لا سيليسيوس سيليسيوس كانت هسه بشوفها استنى هاي الفيرجن الجديدة انا غيرتها فهمت عليها بس خلينا اتاكد بس بوينت 12 معلش ثواني بس اوكي لا عندكم 880 ديجري سيليسيوس اوكي واللي هي كانت 880 كلفن لا كلفن مش سلسل صح كلفن في فيرجيني انت عامل لا كلفن انا عملوا اياه من مخربطي 880 ايش تمام 880 كلفن اوكي مزبوط بالكلفن هاي كلفن نظبطها بعدين والفلورت قديش 152.2 جرام مول بير سكند 152.2 جرام مول بير سكند هيها يلا اعيدها ولا لا الإيثيل بنزين از بيور ستايرين هيدروجين زيرو الو الو معاك مهندس معاك التمبرشر 880 كلفن البريشر 13.78 بار which is equal to 1378 كيلو باسكال and the flow rate equal 152.2 جرام مول بير سكند تساوي 547.9 كيلو جرام مول بير اور واضح ولا لا خلاص الو الو مهندس هسه نيجي على الرياكتر شو نوعه؟ بلاك فلو لاحظ الكونفيجريشن تبعه بيختلف عن ايش؟ السي اس تي ار وبيختلف عن الكونفيجن والاكليبريوم صح ولا لا؟ اذا هذا نسميه احنا ايش؟ بي اف ار تمام؟ الان عليه ايش؟ فيد والاوت شو اسمه؟ برودكت تمام؟ واضح ولا لا؟ واضح. Now, the outlet temperature is not given, so you need to add energy. Now, if you would like to add energy, يلا, إذا بدك تضيف الإنرجي, بتحطها Q مثلاً, وبتحط الفاليو تبعتها وين؟ في الهيت ترانسفير, طلعوا بالهيت ترانسفير, وتحط الفاليو. تمام؟ مرة ثانية, إذا في عندك Q, F, طلع, هم عناش, الكل معاي, إذا عنا Q, بنحط كيو بنروح على الهيت ترانسفير وبنضيف الفاليو اذا موجوده معنا مش موجوده معنا الهايزز بحسبها الو معك مهندس معك شوفوا علي مثلا بحكي لك هاو ماتش انرجي شود بي ادد تمام اند وات وود بي ذا اوتلت تمبرشر فعندك الكيو مجهوله والاوتلت تمبرشر مجهوله عندك تو انونز بهاي الحالة الـ Q is not given فبيعطيني فورمولا هاي الفورمولا بعطيها هاي الـ value بكون معطيك إياها فبختار الـ standard formula أو الـ empirical formula أو user specified HW أعيد كل معاي بدي أعيدها الـ BFR بيعطيني new إيش new features إنه ممكن انا احسب الكيو والاوتلت تمبرشر از نوت جيفن ناو اف ذا اوتلت تمبرشر از نوت جيفن اي هاف كومبلسري تو اد انرجي ستين ذا سيم از
the previous reactor the same as the separator, صح ولا لا؟ Now if the outlet temperature is given, Heisenberg will estimate the Q, صح ولا لا؟ Hello. Hello. أيوه مهندس أيوه. Hello معاي تقول لا؟ Now إذا أنا قلت لك أنا بدي أعطيك الـ Q وحسب الـ outlet temperature، فأنت بتحط energy stream هنا بتروح على heat transfer تختار الـ direct value بتحطها، فصار بدال ما إنه الـ outlet temperature given والهايز بحسب Q، لا الـ Q is given والهايز بحسب الـ outlet temperature، واضح ولا لا؟ واضح. فهمتوا ولا فهمتوش؟ يا شباب بنات مالكم؟ مهندس انا فاهمه بدريش عن الثانيين يعني شباب مهندس فاهمين يخردوا علي مشان افهم. طيب ناو هسه لا بعطيك احيانا يكون في صوت ما تقدرش تفتح الميو. لا 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 افتحوا على توقع الله افتحوا مش مشكله. ان شاء الله المهندس هسه لا انا معطيك الاوتلت تمبرشر وقلت لك انه في هناك هيت نون اديابتيك يعني هيت موجوده والكيو مش معطيك اياها، فبتروح على الفورمولا بكون معطيك معلومات عن الاتش دبليو هاي تمام الاتش دبليو لانه الاتش دبليو بدي اياها الهايسز مشان يطلع الكيو. الاتش دبليو اللي هي الوول هيت ترانسفير كوفيشنت يا بتكون فاليو انا بعطيك اياها او امبريكال من خلال A و B او ستاندرد من خلال A و B و C. اذا عبيت هذول الثلاثة بحسب لي ال HW، اذا عبيت هذول الثنتين بحسب لي ال HW او بعطيك ال HW as a value، بس اعطيك ال HW as a value تمام، فبحسب لي هو ايش ال Q، وبعد ما يحسب لي Q شو بحسب لي ال outlet temperature. وضحت الصورة ولا لا؟ تمام. عندنا في السؤال في الشي كيو، فإذا أنت حطيت كيو ما عندك مشكلة حاب تخليها حط user specified حطها شو تساوي زيرو ما عندك مشكلة بصير بتكيش تحطها بتشيل كيو كامل وكانها غير موجودة it's up to you، واضح ولا لا؟ تمام. بنيجي هسه على ايش؟ على الديوتي عدلت بيها هسا، لأن الديوتي طلع في الباراميتر راح تلاقي الديوتي خلاص ما انت حليت مشكلة الديوتي صح ولا لا؟ حليتها انا طلع معكوسي انا حليتها وين هي؟ بالهيت ترانسفير حطيتها ايش يساوي؟ زيرو. الباراميتر في الديوتي باراميترز وفي بريشر دروب باراميتر. الديوتي باراميتر وين بشوفها؟ بالهيت ترانسفير تيرم، واضح ولا لا شباب؟ واضح مهندس تمام. أي شيء له علاقة بالديوتي بروح على الهيت ترانسفير، اي شيء له علاقه في البرشر دروب بروح وين؟ يلا بروح على الريتنج، بروح على الريتنج. اوكي تمام. إذن anything related للديوتي باراميتر علاقته بالهيت ترانسفير هنا، أي شيء علاقته بالبشر دروب وين بتلاقيه موجود؟ بالريتنج. بالريتنج هسا بالريتنج في عندك الريتنج مربوط في الرياكشن كمان، طلعوا علي. إذا كان البشر دروب الفويد فراكشن واحد، شو معنى واحد؟ there is no catalyst، صح ولا لا؟ مظبوط؟ ألو معك مهندس مظبوط. ايوه بس تروح على الباراميتر تحكي له الدلتا بي نفسها، انا يا انك الفاليو بتكون معروفه عندك انا بعطيه اياها، بقول لك ذا بريشر دروب انسايد رياكتر ايكوال 40 كيلو باسكال سينس دلتا بي از جيفن، بروح على اليوزر سيفايد بحط بايدي 40 كيلو باسكال ذس از جيفن اتس ا جيفن، صح ولا لا؟ اف اتس نوت جيفن شو بقول للهاي سينس؟ احسب لي اياها يوزنج ايرجن ايكويشن،
طلع لي اياها زيرو. ليه زيرو؟ لانه في الريتنج انا الفويد فراكشن شو يساوي؟ سوى واحد. اكزاكتلي يساوي واحد. از لونج از الفويد فراكشن يساوي واحد، ارجع حس على ايرجن ايكويشن هنا اللي اخذناها هسه، شفتوها ايرجن ايكويشن هي هنا، بصفر كل الترمات. اكزاكتلي بتصفر الترمات كلياتهم، بصفي عندك دلتا بي يساوي زيرو. طيب اذا الفويد فراكشن لا يساوي واحد، يعني في كاتاليست، الهايسس شو بده معلومات مشان يحسب دلتا بي يوزنج ايرجن ايكويشن؟ طلع على المعادله قدامك، شو بده معلومات؟ بدو الدنسيتي، الدنسيتي تبعت البارتكل، الدايمتر تبعت البارتكل، مظبوط ولا لا؟ الرياكتر لينك. بدو السفيرسيتي، ما هو الرياكتر لينك بيحسبه، لازم بيحسبه، بس يعمل سيميليشن بيدخله. المعلومات اللي بده اياها عن الكاتاليست شو بده؟ بده البارتكل دايمتر للكاتاليست، الدنسيتي اوف ذا كاتاليست، السفيرسيتي اوف ذا كاتاليست، صح ولا لا؟ فبالتالي اذا انا اطلع علي بس يكون الفويد فراكشن واحد، افهمني جوا الرياكشنز روح Catalyst data, no catalyst information is needed because the void fraction is specified as one. واضح ولا لا؟ لكن إذا كان void fraction يساوي for example point 45, for example ها point 45، بهاي الحالة بتروح على reaction إذا catalyst data available now. صح ولا لا؟ تمام مزبوط. بهاي الحالة مطلوب منك تعطي الهايسز أربع معلومات عن الكاتاليست تبعك. واحد الدي بي البارتكل دايمتر للكاتاليست تبعك، الاثنين السفيرسيتي اللي أخذ يونت بعرفها إذا كانت سفير بارتكل بتحطها واحد، ثلاثة الدنسيتي اللي هي الرو أوف ذا بارتكل، وآخر إشي السوليد هيت كاباسيتي. إذا بتعطيه للهايسز، الهايس شو بيعمل هسه؟ باخذ هاي المعلومات بوظفها في دلتا بي، بعدين بحسب لك دلتا بي قديش. لاحظ هسه صارت دلتا بي شو تساوي؟ فاضيه. ليش فاضيه؟ بطلت تساوي زيرو. ليش؟ لانه ابسلون، لانه بده معلومات فراكشن. الفويد فراكشن اذا كان الفويد فراكشن واحد، فبغض النظر عن اي شيء دلتا بي زيرو تلقائيا، صح؟ مزبوط. اذا كان الفويد فراكشن اي فاليو غير واحد، 0.56 مثلا او 0.76 فور اكزامبل، اي فويد فراكشن بهاي الحاله بيظلوا الدلتا بي كونستانت، وبس الهايسز ايوه اعطيه المعلومات الكافيه واعمل له الرياكشن اعلفه عليه واعطيه اللينث ويحسب لي الفول تبع الرياكتر، لانه عندك اذا بتطلع على معادله ايرجن ايكويشن بده ايش؟ بده اللينث اوف ذا رياكتر، شايفينها ولا لا؟ واضح؟ وبده ايش هسه؟ بده الفيلوسيتي. الفيلوسيتي شو تساوي؟ الفيلوسيتي الفلو ريت، الفوليوم تقسيم الكروس سكشن اريا، صح ولا لا؟ مزبوط. فالهايسس بعد ما يحسب الفوليوم واللينث بيحسب لي كمان الكروس سكشن اريا وبحسب الفيلوسيتي، برجع بعوضهم كلهم وبرجع باخر السؤال بحسب لي دلتا بي قديش رح تكون. واضح ولا مش واضح هيك؟ شفتوا كيف بيشتغل ولا لا؟ شفتوا؟ اذا لاحظ هاي الصفحه فيها الديوتي باراميتر، تمام؟ قديش ضايل هو هسه للسيشن هذا؟ هسه ضايل الديوتي باراميتر 3 دقائق، علاقتها بالهيت ترانسفير هنا دايركت، والبرشر دروب علاقته بالريتنج بالتوب باكينج، تمام؟ اذا كان في عندك فويد فراكشن، وهي اذا كان فويد فراكشن مش واحد، بروح بعرف فاليو خاصة الكاتاليست هان، شايفينها؟ إذا واحد ما عندي مشكلة، هذا no need، وبروح على الديزاين على البراميتر بيكون أريد أحسب ليها زيرو. Now here if the void fraction equal to one you have two options, either to I ask Hysis to use ergin equation to estimate delta D which is zero, or you add them as zero manually, it's up to you. بس شو الفرق بينهن؟ زيرو انت عرفته صار لونه ازرق لانه يوزر سبيسيفايد، لكن اذا بدك اياه ايرجن ايكويشن هو بحسب لك اياه زيرو. طبعا شو الفرق بينهن؟ نفس الاشي. الفرق بينهن الو
مهندس. الفرق اللي بيصير عندك اذا طلبت منك انا تعمل كيس ستدي تدرس تاثير ذا افكت اوف بريشر على الكومبوزيشن على التمبريشر على اي شيء بالحاله هاي في الوضع اللي انت شايفينه هسه على الشاشه يو كانت بيرفورم ذا كيس ستدي لانه دلتا بي از كالكوليتد نوت يوزر سبيسيفايد. مش الاندبندنت فاريبل لازم يكون يوزر سبيسيفايد ولا لا؟ اها تمام صح. هسه اذا قلت لك ادرس لي تاثير البريشر على الاوتلت كونسنتريشن هيك بقدرش ادرس عليه لانه بس اختار الكيس ستدي واختار اندبندنت فاريبل ما بيعطيني البي لانه البي استيميتد مش كالكوليتد صح. فبهاي الحاله بروح بخليها البي هذا استيميتد اور كالكوليتد بدي اياها ايش نوت استيميت بدي اياها يوزر سبيسيفايد فروح بحطها زيرو. في هاي الحاله بس اروح انا على الكيس ستدي واقول له تشوز دلتا بي از اندبندنت فاريبل بختار لي اياها عادي لان اللون ازرق صح ولا لا؟ صح مزبوط مهندس. انا حطيت شو اسمه الابسلون حطيتها مثلا 0.5 وقدرت اغير الدلتا بريشر فظلت زي ما هي. انا حطيت الدلتا بريشر صفر وهذيك ظلت زي ما هي. ليش؟ لانك انت حاط يوزر سبيسيفايد مش ارجل كويشن مالك. اه تمام بعرف بس بحكي الابسلون ظلت زي ما تغيرت لواحد. مش حتغير لواحد لا تفهمها غلط ما تغير لواحد ابسلون حقيقه فعليا انك انت ابسلون معناتها في كاتاليست الابسلون هي الاندبندنت دلتا بي هي الديبندنت مش العكس. اه تمام وصلت يلا أعمل.